أول شيء أحب أني أقدم شيء جديد. حبيت أن الكوليكشن يكون وراء قصة. تواجدت قبل أقل من سنة في محافظة ظفار في سلطنة عمان بلدي، قعدت فيها 10 أيام في عز الخريف، يعني أجمل أيام صلالة. استوحيت منها كوليكشن جديد اللي سميته بواب الظفار. بواب الظفار يحتوي على 3 عطور بروائح مختلفة، كل عطر له اسم وله موضوع. العطر الأول اسمه نفاف، من النفاف اللي تساقط في هذا الموسم الجميل في محافظة ظفار. العطر الثاني اسمه سحاب، من السحب اللي تشكل عامل مهم في هذا الموسم الجميل. والعطر الثالث اسمه ضباب، واللي تتميز في محافظة ظفار في فصل الخريف. جمعت كل المشاعر اللي تحتوينا في هذا الموسم الرائع، إن شاء الله تنال على استحسانكم مثل ما أنا حطيت كل مشاعري فيها.